بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإتيكيت النبوي. حلقة اليوم ستدور حول تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع غير المسلمين، كيف تعامل بكل رقي وإحساس وذوق مع المشركين، كيف تعامل مع المنافقين، كيف تعامل مع اليهود، كيف تعامل مع المسيحيين، كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المخالفين له في العقيدة. عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أسلم بسبب جاذبية أخلاق سيد الخلق. عدي بن حاتم قال: جئت فقدمت إلى مسجد رسول الله وفي عنق الصليب، عنقه الصليب. دخل المسجد، حانت وقت صلاته فصلى ناحية المشرق. قال: فلما خرج النبي من المسجد أخذني فاستوقفته امرأة عجوز حتى قضى لها حاجتها. قال عدي بن حاتم: قلت في نفسي هذه أخلاق أنبياء وليست بأخلاق ملوك. قال: فأخذني رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بيته فجلس على التراب وأجلسني على وسادة حشوها ليف، فما فتئ عدي بن حاتم إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بجاذبية أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن يكون معنا ضيفا دائما فضيلة الدكتور محمد علي. أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين. دكتور محمد، نحن في أمس الحاجة إلى إبراز الصورة الصحيحة التي كان يتعامل بها النبي عليه الصلاة والسلام، إتيكيت التعامل مع غير المسلمين، خاصة ونحن في ظل الجماعات التكفيرية والجماعات المتطرفة والجماعات التي تريد إقصاء الأقليات خاصة في العالم الإسلامي، الجماعات التي تكفر غير المسلمين باعتبارهم أنهم بهذه الصورة. نريد إبراز صورة التعايش السلمي مع غير المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، والجماعات أيضا اللي هي عندها قرآن لوحدها، وكأن الآية اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها أروع المثل في التعامل مع غير المسلمين، كأنها مش موجودة في قرآنهم، كأنهم يا دكتور عادل الجماعات ديت عندها قرآن ودين لوحدها غير الدين اللي احنا نعرفه وتربينا عليه ودرسناه. يعني أين هم من قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فين هم من الكلام ده؟ فين هم لما كانت واحدة يهودية تكره النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في بداية الدعوة أشد، يعني ما أقولكش، تعرف اليهود، فكانت تحمل حملا ثقيلا عليها، وكان اليهود اللي رايح واللي جاي من جنبها، تعرف اليهود يعني في كل زمان ومكان. فكانت يعني فنظر إليها رجل، جاء رجل وضاء الوجه جميل، قال لها: ما بك يا خالة؟ ما بك يا خالة؟ قالت له: ان اليهود وما حدش قادر، مش عايز يساعدني، والحمل ثقيل وممكن تحمل عني الى بيتي. فحمل عنها هذا الرجل الوضاء الجميل واوصلها الى بيتها. قالت له: يا بني، يعني انا امرأة فقيرة عجوز لا املك ما اعطيه لك، ولكن سانصحك نصيحة. قال: وما هي يا خالة؟ قالت: ان رجلا كذابا يدعي النبوة اسمه احمد، إذا لقيته فلا تؤمن به. قال: يا خالة، أنا أحمد عليه الصلاة والسلام. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهنا يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التعامل مع غير اليهود، في التعامل مع غير المسلمين. أروع المثل النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا في هذه القصة. والقصص كثيرة. كذلك يا دكتور محمد، ونحن نتحدث عن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع غير المسلمين، مع المشركين، حادثتين عظيمتان. الحادثة الأولى
أصعب يوم مر على النبي عليه الصلاة والسلام في حياته يوم أن رجع من الطائف. رجع النبي عليه الصلاة والسلام وقد رضخت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، أدميت أقدامه، سلطوا عليه السفهاء، بعضهم قال له: أما وجد الله غيرك حتى يرسله. كل هذه الأمور والنبي عليه الصلاة والسلام رجع بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجهه، دعا الدعاء المعروف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ينزل جبريل عليه السلام ويلطف ويجبر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه ملك الجبال، ملك الجبال. نعم. يقول له: يا محمد، هذا ملك الجبال يقول لك: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، أو إن شئت، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أطبقت عليهم الأخشبين، أطبقت عليهم الأخشبين جبلي بمكة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ماذا رد عليه؟ قال: بل عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. يا سلام. وكل عسى في القرآن الكريم يا دكتور محمد واجبة التحقيق. صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عسى الله أن يخرج، أخرج الله من أصلاب صناديد الكفر سيدنا عمرو بن العاص. أهل مصر كلهم في ميزان سيدنا عمرو بن العاص. من والده؟ العاص بن وائل السهمي الذي كان مستهزئا بالنبي عليه الصلاة والسلام. خالد بن الوليد، من والده؟ الوليد بن المغيرة. كل أهل العراق في ميزان حسنات خالد بن الوليد. دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عسى الله أن يخرج من أصلابهم. الحادث الثاني حضرتك في غزوة أحد، طبعا قتل 70 صحابي واستشهد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته، مقدمة أسنان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، شج في وجهه، والنبي عليه الصلاة والسلام يسيل الدم من وجهه. قيل له: يا رسول، قتل عمه الحمزة استشهد، بقرت بطنه، مثل به. في هذه الأثناء قيل: يا رسول الله، والدم يسيل على وجهه، أدعو عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. صلى الله عليه الصلاة وسلم. والسلام. صلى الله عليه وسلم. هذا التعامل مع غير المسلمين. نعم. لا، ويقول لهم مشركين. نعم. كانوا يسبونه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني يدعونه بقول مذمم. نعم. لا محمد. فلما أراد الصحابة أن يبطشوا بهم: يا رسول الله، دول بيقولوا لك مذمم، إحنا ما نرضاش كده عليك. نعم. فهدأ من روعتهم وقال: هم يسبون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد عدد ما كان، وصل عليه وعلى آله عدد ما يكون، وصل عليه وعلى آله عدد الحركة والسكون. صلى الله عليه. أعزائي المشاهدين، في ختام الحلقة نتقدم بخالص الشكر لأخي فضيلة الدكتور محمد علي، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.